في بداية الخطة الفوندال كان هارب كما شفنا، لكنه عاود تراجع وقرر يروح لفلسطين على الجهة اللي جا منها، ولكن في الجهة اللي جا منها كان كاين هناك المغول. يعني مام سياد دبلوماسية مع المغول، لكن المغول ما حلبوش، ما طاوهش لابي اللي كان قادر ومستعد انه يخلص عليها دراهم كبار وما استغتش. دونك كي نشوفوا التجربه تاع لي فوندال، كي نشوفوا الباركور تاع لي فوندال، المشوار تاع لي فوندال، هما كانوا هربوا من المغول من الشرق. ايوا نعم، اي كي هربوا من المغول من الشرق ناويين يهبطوا لفلسطين. علاش يروحوا لفلسطين؟ باسكو عده اشياء تخليهم يفضلوا ارض فلسطين، لانها ارض صالحه للزراعه، ان كليما تاعها يكون مليح، تروى ماهي مائيه، يقدروا يديروا باز نافال تما. يتسمى فلسطين كانت جد مهمه، نقطه استراتيجيه مهمه. هما فضلوا يروحوا لفلسطين على الشرق، وهما كانوا هربوا من المغرب على الشرق. ما لا قول ما قول. نذكروا هذه الحرب الأليمة اللي عاشتها الفوندال بعد هجوم المغول عليهم. شغل كيما يقول لك المثل تمتم، كانت هزيمة ضنكاء 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 اللي صارت لي فوندال، وإن كانت خسائر الجنود كلها وموت موت احد ابطال الفوندال في هذه الحرب، الجنرال rest in peace. It's been a long day without you my friend. هنا نشوفوا الذكاء حاكم الفوندال، فيه قطرات من الغباء نوعا ما، يمكن ادى الى وفاة الجنرال وبقى غير الحاكم، وانطر والي الحاكم اللي في الوالد باللغة العربية الفصحى ليليتي دو ترون، باش يكون هو جنرال جديد للجيش الذي توفي. نعم، شفنا ان الجيش كله تفتت وتفكك وتشتت، يعني ما كانش قائد للجيش، كان قائد لبضعة شبان هكذا. لكن وين كانت يعني لقطة الديكليك، لقطة اللي كيما نسموها حنا لقطة وين تخلطت، وين كان دخل في خصومة أو شجار خفيف، وهذاك الوقت كان شجار خفيف من بعد صرا اللي صرا ونعرفوا الحكاية. يعني في هذاك الوقت وين أدى إلى شجار خفيف بينه وبين الوالد تاعو اللي هو الحاكم السلطان. يعني هاد الشجار الخفيف أدى لتفريق، أيدنا هو الحاكم خدا الجيش تاعو وكمل مساره يهرب من المغول ومن طعم المغول، والابن فضل يروح على طريق البيزنطينية. طريق البيزنطة كان فيها خطر، لكن ما كانتش خطيرة، لكن الطريق على المغول كانت أخطر، يعني كانت تمثل خطر نعم، بصح كان طريق على المغول أخطر أكثر. وين شفنا الملك الفوندال وين بدا يدخلو كيما نقولو حنا التوسويس باللغة الدارجة، لا بارانويا، وين بدا يتوسوس وين ولا خلى يافونسي غير بالعقل، يخاف يمشي غير مع الغوابي وغير في الليل. يعني في النهار كان يطفي شمعة ويدخل بكر باش ما ينفعوش. كي راح الوالد تاع الملك في طريقو شاف روحو عازب، الور ديسيدي يتزوج مع اون انسيان اليونس لبلادهم باش هكا تدوم
المحبة والأخوة بين الشعبين. بعد زواج الوليد بالملك كمل في المسيرة تاعو، وبعد 9 أشهر صارت يعني اللي تصرى الحاجة في الكوبل، زاد عنده طفل، وهذا الطفل كان بشارة خير كما يقولوا بشارة خير، وناوي الناس بهذا الطفل تتبدل المملكة. في حينما اسمعوا مليح، في حينما في هذاك العام زاد طفل واحد اخر، وهذا الطفل كان راح يبدل مسار العالم. أتيلا était né. Tous s'agenouillèrent devant lui, car ils savaient qu'il dévorerait la terre et mettrait feu aux fondations des montagnes. Atina était né dans les ténèbres et le désespoir. نزل أطيلا يقولوا هذاك الوقت الشتا قعدت الصبح حتى حملت الدنيا، بون ما لا بال ناشده كاينه ولا ما كانش، هذاك الوقت ما كانوا مازال ما بداو يخدموا في الزيكوات. يقول لك نزل أطيلا كانت الشمس مازال ما طلعت على الارض 17 يوم. 17 يوم علاش؟ باسكو نهار ونهار و17 و17 داخله في الحساب تاع المغول هذيا. كي وصل الجنرال الجيش الى يعني ارض فلسطين، ارض المبشره، استنتج يعني هنا كانت ما احنا نستنتجوا ان غباء الاب راح حتى الغباء الابن، يعني كان راح فلسطين نسب اللي فلسطين راح تحت الاحتلال البيزنطي، يعني باش يدخل في حرب ضد بيزنطة وبهذا القوة يعني ما يقدرش. الساسانيد مملكة الساسانيد اللي كان ما عجباش الحال انه الجنرال دخل بلادها بلا ما يطلب منها العذر، اعلنت الحرب على لي فونتال. اعلنت الحرب الساسانيد على لي فونتال، يعني شفنا اللي راهي حاليا الجزيرة العربية، الجزيرة العربية كلها دخلت في حرب ضد الفونتال، وهذه ما كانتش مليحة للفونتال. يعني نشوفوا مام مور الحرب اللي ربحها الحاكم ما كانتش مساندة أكثر للفونتال، لأنه حرب الأولى عم جايين حروب وحدوخرين أكثر شراسة، ووضعية تاع الفونتال الآن ما تسمح لهاش أنها تخسر حروب لأنها في مرحلة انعطاف.